السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على كل مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة المحور في كل مكان، وحلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيمة. طبعا تحية وحب وتقدير لحضراتكم. والنهاردة الوصفات اللي بتطلب دايما تحط في الأولوية، فإحنا بقالنا ما شاء الله فترة كده شغالين على الوصفات الخاصة بكل طلبات أصدقائنا، سواء على الصفحة الشخصية أو صفحة مطبخ عظيمة بالعربي على الفيسبوك. وطبعا بذكر كل اصدقائنا لسه اول مره ينضموا لبرنامجنا او يعرفوا مواعيده، انه صفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمه بالعربي بنعرض عليها كل الوصفات اللي بتتم على مدار الاسبوع، كل وصفه لوحدها بفيديو مستقل على حده، كمان سكرين شوت من المقادير ولينك الحلقه بينزل كامل، وده بناء على طلب حضراتكم. اما الطلبات والتطبيقات واي وصفات كتابيا مكتوبه بالطريقه من خلال الصفحه الشخصيه شيف عظيمه حمدي بالعربي، وده علشان كل اصدقائنا اللي محتاجين حاجه بسرعة جدا يبقى تم الرد سريعا عليهم. النهاردة هنعمل كفتة داود باشا، بس مش بالطريقة بالصلصة وبالطريقة التقليدية، هنعملها بالوايت صوص، ودي برضو من الحاجات المحببة جدا في ناس طلبوها. هنعمل نوعين المخلل اللي طلبوا مننا، كان الأرنبيط وكمان الفجل. الفجل بيتعمل مخلل روعة، فاحنا النهاردة هنبدأ بيهم. خلينا نقول مقاديرهم كده مع بعض. عندي المخلل الفجل، عندي فجل احمر شرايح من البنجر انا هحط معاه، وهتعامل معاه معامله اللفت بالظبط، وهحط معلقتين كبار من الخل، اربع معالق من الملح على حسب برضو درجه الملح اللي حضراتكم تحبوه، الملح ده حسب الرغبه، كوبايه من الميه، معلقه كبيره كمون، واربع فصوص ثوم، فلفل حار، ورق لورا، وزيت زيتون. طبعا بذكر كل اصدقائنا ومحبينا بصفحه تي اند اس كوزماتكس الخاصه بصفاء غنيم، والصفحه دي فيها كل حاجه حضراتكم عايزين تسالوا عليها، كل البنات والسيدات طبعا على راسهم المنتجات الرائعه الخاصه بيها، وهي على راسهم ماجيكال ميكس اللي خاص باطاله وانبات الشعر، وخاص بحالات الصرع الوراثي، حالات الناس اللي عندها مشاكل في الانبات او في حته فضيت في شعرها، او الثعلبه كمان عالجها لبعض السيدات. الحقيقه اتمنى ان حضراتكم تجربوه، ادخلوا على الصفحه واقروا كتير عنه، لان هو فعلا خالي من ماده المينوكسيديل، يعني حتى استخدامه امن، ما بيوقعش الشعر بعد ما بيرجع يتكاثف. ما عندناش مشكله ابدا انه نحتفظ بشويه الشعر اللي طلعوا لنا ونبته عندنا، الحمد لله ما بيوقعوش بعدها خالص. طيب عندنا كمان الشيا داكس، والشيا داكس ده حاجه عبقريه كده، بديل البروتين لانه بيفرد كسرات الشعر، الشعر اللي فيه شويه كسرات بيناسبهم قوي الشيا داكس، لانه معمول من زبده الشيا الاصليه، وهي طبعا بتجيب الحاجه دي من مكانها الاصلي، وده اللي بيفرق جدا في المنتج والخامه اللي جوه المنتج مستخدم فيها ايه. بيعالج كمان الشعر، مش بس بيفرد، لا كمان بيعالج. كمان عندنا الماروداكس، وماروداكس ده من الحاجات العبقريه جدا برضو، خاصه بكل الاطفال من سن الست شهور لحد يعني الكبار، لان هو بيعالج التقصف وبيعالج الهيشان، فمن الحاجات العبقريه جميله جدا، بعد الشاور كده بيتحط على الشعر، فهو مغذي وبيعالج التقصف والهيشان. نبدا بقى نتكلم على المخلل الفجل. الفجل لطيف جدا، من الحاجات المفيده جدا، احنا يمكن بس بدانا شويه نفتقد الاكل الفجل، كنا زمان لازم فجل وجرجير، ويعني الحاجات دي بتتجاب كده، ايه الخضره دي، شنطه الخضره دي ثابته في كل بيت زمان، وكان اساسي، ودايما لما كانوا يعملوا سمك لازم الفجل مع الجرجير، ما ينفعش جرجير لوحده وليمون لوحده. طيب احنا هننزل مقادير الفجل تاني كل اصدقائنا، عندي فجل احمر وعندي شرايح بنجر وعندي معلقتين من الخل، الخل الابيض العادي، والملح ده حسب الرغبه، كوبايه ميه، هقول لكم بقى حاجة عبقرية كل المخللات تستخدموها فيها تعجبكم جدا. عندي كمون، حب كمون الحب ليه؟ عشان ما يبقاش طاغي على النكهة بتاعته، في نفس الوقت الحب أخف حدة من الكمون المطحون. أربع فصوص من الثوم، ومش شرط إن أحط الثوم صحيح، ممكن قوي أعمل الثوم مشقوق أو بحطه بقشره أخرمه كده، لو أنتم متضايقين من طعم وريحة الثوم في المخلل. عندي كمان فلفل حار، ورق لورا، وزيت زيتون. ورق اللورا ده بيعد مادة حافظة، كأنه بيحفظه. عايزين بقى تحتفظوا بالمخلل، أي نوع مخلل بيقرمش حطوا له معلقة صغيرة سكر، دوبوها مع المية بتاعته، عايزة أقول لكم هيفضل مقرمش لأطول فترة ممكنة، بالذات الخيار. طيب اللفت كمان. طيب هاخد كده الفجل، بسم الله، هاخد كده الجلبس خليني ألبسه، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المخللات دي سبحان الله زيها زي الاكل نفس، مش اي حد بيعمل مخللات تبقى حلوه،
واحنا ساعات كتير حتى بنجرب لما نيجي نشتري من اماكن معينه فنلاقي كده ايه نقول المخلل بتاع الراجل الفلاني اللي في الحته الفلانيه، عشان كده في ناس كتير قوي ما زالت لسه بتشتري من حتت في المانيال، في ناس بتجيب من شبرا، في ناس بتجيب من اماكن معينه، بس انا اعرف واحده بتعمل مخلل ممتاز في شبرا الحقيقه انا دقت منه رائع. اسالوني وانا اقول لكم هي مين. لا ما ايه الفضول ده؟ ايه الفضول اللي في الكنترول ده؟ شكلكم قلبكم حاسس ها؟ طيب ماشي. لا والله انا اتبعت لي برطمان مخلل بس يعني مش قادره اقول لكم زيتون اخضر، لا انا اتبعت لي بقى، سيبك من اللي انا بعته، انا اتبعت لي بقى، انا جالي، ما انا يعني لا علشان تعرف شوف الخير ما بيروحش، الواحد يدي يلاقي جاي له على طول. انا ما اعرفش انتوا دقتوه لسه ولا لا، بس انا كان جاي لي مستوي بصراحه. تسلم والله يموت طعم كده، وهعمل كده خلاص، حطيت بس بينهم شرايح البنجر يدي لون حلو كده وزي اللفت، والبنجر ده بيتاكل. طيب هناخد كده شويه فلفل حار ننزلهم في الجوانب كده، وهحط ورقتين اللورق، والفلفل ده اختياري مش عايزينه مشطشط ما تحطوش. خلاص احط هنا كده شويه، هي هتنزل الميه بتاعته وتمام، وهاخد ورق اللورة، هاخد ورقتين كده ممكن في الجنب هنا مش مشكلة، كمان ده حافظة كده في الجنب، وهبدأ أعمل له الصوص بالمية بتاعته، رشة من كمون الحب أهو كده على الوش ينزل في البرطمان كده، شكرا. وعندي الخل وعندي الملح، ملح حسب الرغبة طبعا، وهزود المية وهقلب البرطمان. أدي معلقة اتنين ثلاثة أربعة، أنا شايفة إن دول كافيين على الطعم اللي إحنا متعودين عليه، لكن لو حضراتكم بتحبوه زيادة يبقى نستخدم بقى الملح اللي هو قليل الصوديوم كده. وخليني أزود الباقي مية، بسم الله الرحمن الرحيم. كده بصوا بقى أهو، وهغطي هنا، احطه كيس تلاجة افضل، وهقفل كده. خليني الاول كده كذا مرة عشان اخلي الملح يدوب جوه المية، ونبدأ ننزل اللون، هعمله كده شوية اهو خلاص، وهنبدأ بقى نشتغل فيه المخلل القرنبيط لانه هو برضو من الحاجات الجميلة جدا. طيب القرنبيط نقول مقاديره، طيب نقول مقادير القرنبيط، مخلل القرنبيط الاول واحنا بنشتغل. طيب عندي مخلل قرنبيط، عندي قرنبيط توم صحيح، واتفقنا التوم ينفع يبقى بقشره مش مشكله، جزر، فلفل حار، ملح ليمون لو موجود او مكانه شرايح ليمون اللي يعجب حضراتكم، ملح وشبت، زيت زيتون، كمون، كرفس، ميه مغليه. دي من الحاجات اللطيفه جدا الخاصه بمخلل القرنبيط. حاضر من عيني كده هنا. طيب ناخد بقى البرطمان التاني ده. طيب ماشي، ناخد اي برطمان مهم يتعقم، حتى ابسط انواع التعقيم بتاعته لو مش هتغلوه في ميه كل فتره وتغلي والميه تغمره من بعد الغليان نعد 30 دقيقه هنعمله ميه وخل، لازم بعد ما يتعقم ويبقى نظيف يترج كده فيه ميه بالخل، شويه الخل الاول نعقمه من جوه من بره بالغطا بتاعه، وبعدين يتعقم يتساب ينشف لما يبقى معقم تمام. طيب هبدا دلوقتي اخد معانا تليفون، معانا ام جوزيف، يا اهلا وسهلا. صباح الفل يا ست الكل، عامله ايه؟ حبيبتي صباح الفل عليك ام جوزيف الغاليه. يا عمري تسلم ايديكي، الحلقه النهارده تحفه من المخللات اللي بموت فيها بحبها، حبيبتي بعت لي برطمان زيتون من حبيبه قلب ام سلام لا يعلى عليه، خلي بالك والله انا جالي اخوه صدقيني، عايزه اقول لك بسم الله ما شاء الله تسلم ايديها وعينيها. ايديها فعلا، انا ما باكلش من ايد اي حد بس فعلا تسلم تحفة. ايديها تحفه، تحفه تحفه، وتسلم ايدها وعينها، تسلم ايديها وتسلم وتعيشي يا ربي ان شاء الله. تسلمي يا حبيبه قلبي، تسلمي. بصي يا ست الكل، الباذنجان الابيض ينفع يتعمل زي الباذنجان الاسود يتسلق ويتحيق؟ طبعا 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 ينفع، انا دايما بعمله ده وده في البيت عادي، يعامل معاملته عادي. زي الاسود بالظبط، زي الاسود بالظبط. طيب ماشي، بس بصي بقى الابيض، الابيض لما تعوزي تدحرجي البتنجان عشان تطريها شويه اعمليها وهي كامله، يعني خليها ماسكه نفسها البيضه اكتر من السودا شويه.
يعني عشان ما يغمقش من جوه، يفضل ابيض. حاضر يا حبيبتي، حاضر. تسلمي تسلمي يا مجدي. الرمان يا شيف عظيمه، قولي اعملي لنا حاجه حلوه من الرمان الله يخليكي. احنا بكره تقريبا عاملين حاجه حلوه بالرمان. طيب ان شاء الله عينينا ليكي يا مجدي. البنجر يا رب يخليكي برضه اعملها لنا يا رب. وعاملين مربه البنجر. الله جميله. انت حاسه بينا بقى، انت كده حاسه بينا. احنا نقدر يعني، ده انتوا تامروا بس، تامروا امر. انت غاليه علينا كلنا، ربنا يسعدك. ربنا يبارك في عمركم يا رب ويخليكم ليا. تسلمين يا ام جوزيف حبيبه قلبي، تسلمين. بصوا بقى بينهم وبين بعض الفواصل الحلوه دي، وخلوا الزهرات قد ما بتحبوا تاكلوه وتطلعوه، يعني ما تبقاش كبيره قوي عشان تبقوا برضو ايه ما تكتروش من المخللات. انا دلوقتي مش احنا لسه فيه تاني والله. طيب ناخد كفته داوود بس، انا خلاص انا هقفل ده، برص فيه بس كده خلاص، دي اخر يعني مرحله. عايزين تحطوا نص معلقه السكر النونو دي، تاتش معلقه السكر تتذوب مع ميه التخليل، ماشي، بتخلي تحافظ على قرمشه المخللات. انزلوا بكفته داوود باشا عقبال ما انا اقفل بقيه البرطمان الحلو ده. حط شويه جزر هنا كده، تمام. ننزلها لداوود باشا دي، هنعملها بالصوص الابيض، مش هنعملها بالصوص الاحمر زي احنا عملناها قبل كده بالصلصه، هنعملها المره دي بالوايت صوص. رشت كده. طيب معانا المقادير، عندنا لحمه مفرومه، عندنا بصل وثوم، شبت وكزبره، دقيق، مكعب زبده، وعندي كمان لبن وكريمه لباني، مرق، زيت زيتون، ملح وفلفل. طيب هاخد كده ادوب هنا، هحط بس رشة الملح الليمون خفيفة هنا، وهاخد الملح وهدوب فيه المية. بسم الله الرحمن الرحيم، وهبدأ أصب على المخلل علشان يكتمل البرطمان الحلو ده. اعملوا بقى كذا واحد. عايزين تخلوا لون القرنبيط أحمر، نحط بنجر. لا حالا هصب بس الميه دي جوه البرطمان ده. عايزين تخلوا لونه احمر، نحط بنجر عادي جدا مع القرنبيط، بيبقى طعمه حلو جدا. بسم الله الرحمن الرحيم كده. من الحاجات اللطيفه الثوم، اتفقنا ممكن ما يبقاش سايبينه في صوص مفتوحه، ممكن قوي الثوم يبقى مشقوق من الظهر وهو بالقشره وتتشال عادي، او يتخرم كده ويتساب زي ما هو لو مش حابين ان انتوا تحطوه، عشان في ناس بتتضايق منه بيدي طعم للمخلل، بس هو لا بيدي طعم للمخلل حلو لو عملناه كده. تمام. طيب هبدا بقى هحط كده، بتبقى الحاجه موجوده وفجاه هوب ما لقيهاش، كاسه الثلاجه. طيب عايزه بس احط اوري حضراتكم، احنا هنحط كيس ثلاجه لازم، ما ينفعش اقفل البرطمان كده اهو. بسم الله. لا لازم، عشان اولا يبقى تماما، حطيت تاتش الملح الليمون لازم يبقى كده. بصوا البرطمان ده مش برطمان بتاع تخليل عادي ازاز، فهنا ممكن ده يحصل له صدى، ما هو تخليل يعني، فانا عايزه اامنه في نفس الوقت ابقى حكمته صح، يعني مفيش هوا داخل ضمناه، لان ده بيبقى متفاكيوم لما بيجي طبيعي، بيبقى تحت مكنه معينه تحت حراره معينه في الداخل بيتك، ولازم عشان اعقمه احط بقى البرطمان كله في ميه سخنه عشان تعمل التكه دي، فانا مش هعمل ده، فلازم ان انا ابقى مامناه بحاجه صح. فخليني بقى اخد كده، ممكن اخد طبق كبير اقدم عليه. يلا نبدا بقى، عايزه طبق مستطيل نحط عليه الايه المخللات الحلوه دي اهو، ده الفجل، ونعمل بقى جرنش حلو كده للتاني كمان يا حماده اهو، ونبدا في حق احمد هيظبطهم حالا. هاخد بس الكبه هضيف فيها، اقلب الكفته اللي انا المفروض هعملها باللحمه المفرومه علشان تنعم قوي وتبقى كور صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. فانا هحط بصل وفصين ثوم كده، وشوية من الخضرة اللطيفة دي، وطبعا هشوح اللحمة دي في طاسة حلوة مع معلقة زيت، معلقة زيت واحدة أو معلقتين الزبدة دي بس، وقت ما اجي اعمل الصوص الكريمة
خلاص وادي، وهضيف اللحمه المفرومه. بسم الله الرحمن الرحيم كده. لازم تتنعم حلو، واقدر اعملها بايدي عادي، بس انا بحب دايما اخليها كل ما بتنعم وتتماسك يعني تتجانس مع بعض، كل ما تبقى الكوره محكمه ما تفكش. خلاص اهو هاخد كده، بسم الله الرحمن الرحيم، واضرب. بصوا بقى نعمت وبقت جميله رائعه، اقدر دلوقتي اتعامل معاها جدا جدا. هجهز في الحله هنا الصوص الابيض، انا اقدر اعمله تشويحه بس انا مش عايزه اعمله كده، انا مش عايزه ازود له نسبه الدهون لان فيه كريمه، فانا هعمله على البارد، هديله بس الطعم بالكريمه. بسم الله، ادي اللبن، ادي الكريمه، هدوب فيها معلقتين الدقيق. نقدر نعمل ده في الخلاط ويبقى صوص بشاميل عادي زي اللي احنا بنستخدمه، يعني البشاميل بيتعمل بنفس الطريقه اهو. وهعمل كده، خليني اخد بس واسك تاني مش بيعمل صوت عشان ما اجرحش الحله. هعمل كده هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، هو كله كده ساقع. كعب زبده واحد للطعم، واقدر استغنى عنه. رشه ملح، رشه فلفل، ورشه جوزه الطيب للوايت صوص. هعمل كده، بسم الله، وهحط الصوص ده هنا، وخليني هنا دي كمان سخنه. تسلم ايدك يا احمد، اهو رشه جوزه الطيب، احلى حاجه مع الوايت صوص او مع صوص البشاميل الابيض، رشه جوزه الطيب اهي كده. ونقلب ده لحد ما يبدا يبقى قوامه خفيف كده. هنا هحط معلقه زيت، وهاخد الكور اللحمه الناعمه دي، خليني البس جلافز تاني، بسم الله، ونكورها ونديها تشويحه حلوه كده هنا كده اهي. مهم تكون بس سخنه، سخنه، تاخد تشويحه حلوه. في ناس في المرحله دي بتحب تديها معلقتين دقيق وتدخل الفرن تديها تفضل تحركها كده، او على النار مفيش مشكله، بس انا عادي بشوحها بكتفي كده لان هي مش هتفك مني وتكرمل، لكن انا مش عايزاها تغير لونها. ده لو انا هعملها بالصلصه الكرمله دي تبقى حلوه معاها قوي، دي مع الكفته رشه الدقيق دي وتتكرمل معاها على النار كده في التسويه شويه فرن او على النار. لكن لو هعملها وايت صوص انا بصراحه مش عايزه اعملها فيها كرمله ولا دي محمر كمان كده كده. وهنشوحهم، واول ما الصوص ده هيبدا يدي الـ 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 القوام بتاعه انا خلاص هنزلها فيه تغلي الغلوتين وتكمل سواها، وشكرا، تبقى رائعه جدا. حطوا بقى شويه خضره معاها، حطوا اي حاجه انتوا عايزينها براحتكم اهي. وطبعا هيبقى معايا الفقره اللي جايه، هتبقى معايا فقرة الطبية، والفقرة الطبية دي هيبقى فيها الكورس الخاص بالتخسيس، ومعايا شيماء سامي فيتارم جلوبل ان شاء الله معايا، ومعاها كورس التخسيس، ومعاها مفاجآت لطيفة جدا، خصومات رائعة. خلينا بقى استقبل ضيفتي الجميلة، وهجيب بقى احمد يتعايش مع الاكل ده، وبعد الفاصل نلتقي مع بعض ان شاء الله.
ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. طبعا استقبلت ضيفتي الجميله اللي نورتني وشرفتني شيماء سامي. ازيك يا شيماء؟ الحمد لله يا شيماء. ايه الحاجات الحلوه دي يا شيماء؟ انت الاحلى. حلو اللون ده مع الاسودات والحركات. لا في احلى منك. عامله شغل عالي النهارده يا شيماء. طبعا النهارده هنتكلم على الكورس الرائع اللي جايبه لنا شيماء النهارده. طبعا. وهنزل دلوقتي الارقام قدام حضراتكم باذن الله والصفحات الاول وبعدين نبدا بقى حديثي مع شيماء. النهارده مش عندي موضوع، عندي اسئله. ايوه الحلقه هنا النهارده سؤال وجواب. عشان انا بقى ايه مجهزاه. طيب دي اول صفحه من بيتارم جلوبال والارقام قدام حضراتكم على الشاشه، 9 ارقام كامله. علشان التواصل طبعا قول لنا بقى يا شيماء، التواصل برضو بيبقى ازاي من خلال يعني الصفحات؟ عن طريق الصفحات والارقام اللي بتظهر على الشاشه. حلو قوي الكلام ده. تمام، هنعرض بقى الصفحه الثانيه كمان علشان كل اصدقائنا اللي حابين يتواصلوا من خلال الفيسبوك يبقى الصفحات معانا. طيب احنا دلوقتي عندي شويه اسئله جات لي هنجاوب عليها، واحمد تعالى بقى انت قلب ده يلا علشان نحط فيه الكفته وبعدين اقول لك. دي الصفحه الثانيه من فيتارم جلوبال وتسع ارقام خاصين بيهم، وهم عاملين الحمد لله وقت للتواصل لاي سؤال لحضراتكم من الساعه كام للساعه كام يا شيماء؟ لحد الساعه 12. حلو قوي، ممتاز. تمام، انت كترت الوقت كمان. طبعا كترت الوقت ما شاء الله. طيب تمام، دلوقتي عندي استاذه ساميه بتقول لي ايه؟ بتقول ان هي مريضه غده، وزنها ثابت مش راضي ينزل بسبب الغده، فبتسال في كورس يناسبها؟ عندي كورس مخصص لمرض الغده. كويس. تمام، وخصوصا لو هم سواء بتاخد علاج او ما بتاخدش علاج. لا هي واضح شكلها بتاخد. تمام، فعادي مفيش مشاكل. في كورس مخصص للغده، لمرضى الغده. تمام، اصل ما دام في حاجه يعني في خلل حصل في الغده عندها فمعلش كده وظائف الجسم ما بتمشيش سليمه. تمام، بالنسبه للحرق. تمام، فهي بتبقى محتاجه عامل مساعد من الدكتور بتاعها ومن الكورس بتاعي، او مش شرط الدكتور بتاعها. كده كده اصلا الكورس بتاعي بيقوم بوظيفه الغده المسؤوله عن الحرق. تمام، بيحسن من الوظيفه نفسها. فبالتالي بعد ما هتنزل في الوزن مش غالبا يعني مش هتبقى محتاجه تكرر الكورس مره اخرى، بس طبعا الكورس بتاعي بيبقى مثلا ايه ممكن شهرين. يعني هي ناسبه الكورس ده مثلا شهرين مثلا، على حسب طبعا هي كام كيلو. تمام، هي ما ذكرتش. تمام، هي ما ذكرتش. على حسب. فده بينشط لها الغده، زائد ان هو بيجعل الخلايا الدهنيه نفسها بيجعل مسببات السمنه. ما احنا بقى بنتاكد على الناس ان ده الخلايا الدهنيه مش الدهون، عشان برضو ده كان جالي. أيوة سؤال. بالظبط كده، صح كده. طيب عندي استاذه اسماء بتقول انا دايما شهيتها مفتوحه خصوصا في فتره الليل ووزنها 100 كيلو، عايزه تسيطر على شهيتها، فهل في حاجة تقدر تسيطر على شهيتها بيها؟ بصي يا أسماء، لو أنت بتتفرجي علينا دلوقتي، بالنسبة للكورس بتاعي أنا الكبسولة بتاعتي بتقفل 12 ساعة متواصلين. 12 ساعة. تمام. تمام. فهو غالبا انت طبعا بتتواصلي مع الفريق الطبي، فهو اصلا بيتابع معاكي. ماشي. بيقول لك تاخدي الكبسوله امتى بالظبط، عشان طبعا بيعرف حالتك. انت بتقولي حالتك ووزنك طبعا للفريق الطبي والحاله بتاعتك. هو بيقول لك تاخدي الكبسوله امتى او الاعشاب امتى او النقط امتى. كويس جدا، عشان طبعا بيبقى ليها مواعيد. اكيد طبعا، كل حاله مختلفه عن التانيه. ده هيساعدها تاكل اللي هي عايزاه، بس طبعا بكميات صغيره. هو كورس هو اللي بيتحكم في الشهيه عندها. حلو جدا. تمام. طيب عندنا دلوقتي استاذ محمود بيقول ان هو عنده منطقه الكرش كبيره جدا بسبب طبيعه شغله، هو بيشتغل على عربيه نقل، انه بيبقى قاعد طول الوقت وزنه 110 كيلو ومش قايل طوله قد ايه، والوزن والدهون متراكمه كلها عنده في الكرش. يعني هو تقريبا مشكلته كلها في منطقه الكرش. يبقى كده بقى ياخد كبسولات جسم كامل مع مناطق اللي هي نحت كل. بصي كل كورس مخصص للحاله اللي كل كورس مخصص للحاله اللي قدامي. ممتاز. يعني انتوا عندكم في الشركه الكورسات خاصه بكل حاله، هو يعرض حالته. حلو، واحنا بنديله الكورس المناسب لحالته. احنا كده قلنا في حالات للغده، في بقى حالات سكر وضغط وكده. في كورس للغده وفي كورس للضغط والسكر. كويس، مخصص للضغط والسكر لانه بيظبط نسبه السكر في الدم والضغط في الدم. ممتاز، ممتاز يا شيماء. طيب خلينا نشوف برضو ايه عشان نجاوب على اكتر اسئله ممكن. طيب في مدام مديحه بتقول انا وزني 95 كيلو وده سبب في عدم انجابها لطفل. انا عاش طولها قد ايه بس لحد الان، والدكتور طالب منها تخس في وقت قصير وبدون اثار جانبيه، فبتسال ممكن اخس كام كيلو في الشهر من غير اثار جانبيه؟
بصي الاثار الجانبيه تقريبا بتسال عن المنتج ما يكونش فيه يعمل لها سبب لها مشاكل صحيه او يكون فيه السمنه اصلا بتبقى ليها مسببات كتير. هي السبب في معلش في تكيسات المبايض، انسداد الانابيب، مشاكل كتير جدا. لا انا اقصد ان هي بتسال بدون اثار جانبيه، يعني هي تقصد ان ليس له اي اثار جانبيه. امن انه اعشاب طبيعيه جدا. لا يتعارض مع اي علاج ولا يتعارض مع اي مرض، بس سوى القلب. مرضى القلب لازم نرجع للطبيب المعالج يا جماعه. بالظبط كده. تمام. لكن ما فيش مشكله لبقيه الامراض الثانيه، لانه خصوصا ان هو مكون من نباتات طبيعيه، الاقايبري، اللوتس، البرتقال المر، التوت البري، حاجات كلها طبيعيه. الحاجات الطبيعيه دي بتحسن من وظيفه الغده المسؤوله عن الحرق، فبالتالي وظائف الجسم بتتظبط. العمل بتاعها بطريقه طبيعيه. تمام. طيب عندنا بقى الحاجه ام عماد بتقول سني كبير 60 سنه. مش كبير ولا حاجه حاجه، دي ربنا يديك الصحه والعافيه يعني. 60 سنه ده سن الشباب دلوقتي. طيب وعندي ضغط وسكر، هل يوجد كورس مناسب لحالتي؟ لانه مش بتعرف حبيبتي تتحرك بسبب وزنها ورجلها فيها خشونه. هو طبيعي الوزن الكبير تمام بيضغط على المفاصل، فطبيعي يبقى يكون عندها خشونه. تمام. عندي حاجه مخصصه لمرضى الضغط والسكر، تناول كبار السن. لكبار السن ليه بقى؟ لان بيبقى في نسبه حرق اعلى تمام. من اي كورس اخر. تمام. نظرا لانهم ما بيتحركوش كتير، ما بيقدروش ينزلوا، ما بيقدروش يطلعوا. هو عامه مش مطلوب منهم ان هم يمارسوا رياضه او يعملوا دايت. فهمت جدا. طيب خلينا بقى نتكلم، عندنا دلوقتي كمان الحاج احمد. الحاج احمد بيقول ربنا يشفيك ويعافيك يا رب، عنده انزلاق غضروفي والمفروض يعمل عمليه قريب، وزنه زايد بسبب السمنه الوراثيه، وزني 105، فهل في كورس للسمنه الوراثيه؟ في كورس للسمنه الوراثيه. لاني سبق قلت لك ان هو بيلعب على الخلايا الدهنيه نفسها. حلو قوي. تمام. زائد ان هو المجموعه فيها طارد السموم من الكلى، الكبد، الجهاز الهضمي، زائد ان هو بيقلل الكوليسترول كمان. تمام. فده هيساعده كتير ان هو يخس في وقت قصير، زائد ان هو ممكن يخس مثلا في الاسبوع 2-3 كيلو. هو بالنسبه للحالات الطبيعيه بتخس معايا 2-3 كيلو او 4 كيلو في الاسبوع. كويس. بالنسبه للناس اللي عندهم غده او سمنه وراثيه بينزلوا 2 كيلو في الاسبوع. دول ليهم حاله خاصه تقصدي. طب كويس عشان نبقى قايلين من الاول. كويس. أيوة جدا. دي يا شيماء. طيب عندي مدام سمر بتقول وزنها زايد جدا خصوصا بعد الولاده مع وجود بطن كبير. ايوه. جدا والسليوليت، فهل يوجد كورس مناسب للرضاعه؟ وزني اصبح 90 كيلو. بصي انا الكورس اللي انا منزلاه النهارده ده هيناسبها جدا، خصوصا ان انا منزله كبسولات ونقط واعشاب وكريم وحزام. والله العظيم. كريم ليه بقى؟ عشان منطقه البطن بيشد منطقه البطن، يعني الكريم وتلبس الحزام ده ممتاز، بيخسسها. طيب. خارجي. معلش يا شيمو انت تليفوناتك كترت. تمام. خلينا نشوف. طب مدام خديجه السلام عليكم. الصوت بعيد. الو. عليكم السلام. مدام خديجه حضرتك توطي التلفزيون تسمعيني من التليفون ممكن؟ طب معانا مدام سناء. الو. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام، ازيك يا شيف عظيم؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله حبيبتي، ربنا يديك الصح. اتفضلي يا فندم. ممكن اكلم استاذه شيماء؟ اتفضلي مع حضرتك. اتفضلي يا حبيبتي. ازيك يا استاذه شيماء؟ ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ اتفضلي. الحمد لله يا حبيبتي. انا النهارده مش بتطلع عشان عايزه اشكرك. اول حاجه انا اخدت المنتج بقالي شهر. كويس. وكان عندي نسبه الكوليسترول بتاعتي كانت عاليه جدا، وجربت ان انا اخس وما عرفتش اخس، واتواصلت مع استاذه شيماء والحمد لله اخدت المنتج. طب الحمد لله. ونزلت 14 كيلو في شهر. ما شاء الله. ما شاء الله. والله ده يعني ده ما شاء الله، دي ملتزمه ومجتهده ما شاء الله. لا بصراحه هي استاذه شيماء مشيت على نفس النظام اللي هي قالت لي عليه، وبقيت اخد الكبسولات في نفس المواعيد. ممتاز. والحمد لله نزلت 14 كيلو في شهر. تمام. ولسه باذن الله مكمله معاها. انا دلوقتي 81 وطولي 165. بصي يا سناء خدي الكورس بتاعي النهارده يا سناء. شكرا يا حبيبتي. تمام. هيظبط لك الدنيا اكتر، خصوصا ان انا منزله حزام وكريم. تمام. ده هيخسس لك منطقه البطن في وقت قصير جدا، زائد ان هو هيضيع السليوليت اللي هو الخطوط البيضاء. تمام. وهيشد الترهلات.
ماشي في وقت قصير جدا، يعني ان شاء الله باذن الله شهر، يعني شهر كمان، شهر كمان. اه هي تاخد الكورس بتاعي بس اللي هو كمان. اللي انا منزله ان شاء الله النهارده ان شاء الله على خير يا رب. طب معانا، طب رجعت مدام خديجه، ناخد مدام خديجه. السلام عليكم. ايوه وعليكم السلام. اهلا بيكي يا فندم، اتفضلي. دكتور شيماء. اي مع حضرتك، اتفضلي. ازيك؟ انا بجد بجد مبسوطه جدا اني بتواصل مع حضرتك. تسلميلي يا قلبي، تسلميلي. بصي بقى يا ستي، انا اتفضلي يا حبيبي. نعلي الصوت يا اولاد، نعلي الصوت عشان نسمع مدام خديجه. خديجة. مش سامعه. في مشكله مع خديجه. اه في مشكله، كنا عايزين نسمع. يا عايزه تقولي، لو حد في الكنترول عارف يا اولاد وسمعتوها قولوا لنا، كان سؤالها عن ايه؟ في يعني لو عرفتوا قولوا لي. طيب نرجع تاني يا شيماء. أيوة احنا هنا كنا بنقول على مدام سمر اللي عندها مشاكل بعد الولاده وبطنها سيلوليت وعايزه حاجه مناسبه للقرص مع الرضاعه. الحزام والكريم، الحزام والكريم انا منزلاه تمام مخصوص مع القرص عشان هيشد الترهلات ويخسس خارجي ان شاء الله. والقرص ده يناسبها عشان هي بترضع. اه يناسبها. انا في قرص طبعا بيبقى مخصص للرضاعه من بعد 6 شهور. انت قلت من بعد 6 شهور. كويس، لو هي عديتي 6 شهور يا سمر ابداي خدي الكورس، لو انت لسه ما عديتيهوش هتستني ما تعدي 6 شهور وبعد كده تبداي تاخدي الكورس. وحابه اقول لك ان هو كده كده ملهوش اي اضرار. هتقولي لي ليه استنى الست شهور؟ اقول لك ان انت طبيعي جسمك بيخس بس، وطبيعي اللبن بيقل عندك، فده طبيعي. فبلاش اللبن هم خايفين يقل على البيبي. هم خايفين على كميه اللبن اللي بتنزل للطفل يعني. طيب خلينا ناخد سؤال تاني. ام محمد، ابني عنده 16 سنة، ده السن بقى المراهقة، وزنه 95 كيلو، عنده دهون بطن وأرداف، وفي كورس مناسب ليه خصوصا ان هو بيدرس، يعني الولد لسه يعني طالع عينه لوحده حبيبي، مجهود رهيب. بس هو واضح ان هو وزنه زايد وعنده دهون في البطن كتير، يعني ممتلئ من حتة البطن والأرداف. ده ياخد كورس مخصص تمام لسنه ماشي والوزن بتاعه تمام. ماشي، بحيث ان الكورس بتاعه بيبقى فيه في فيتامينز تمام بينشط الدورة الدموية عنده، فبالتالي بيحس بنشاط أحسن. أحسن. أو عشان بس هي بتقول لي، بتقول دراسة أو والسن ده بداية من السن ده يبدأ ياخد أمان بالنسبة لكم، منتج أمان. طبيعي تمام. بس طبعا مستورد مش مصري. أنا عارف. تمام. بس فمع الحزام والكريم هيساعدوا اكتر كمان، خصوصا ان عنده منطقه بطن. طيب عيدي بقى علينا الكورس بعد اذنك، ولنا عشان كل اصدقائي بيشوفونا والخصم وكله عشان تمام. احنا تمام. الكورس خلاص. الكورس بتاع النهارده تمام. عباره عن كبسولات ونقط واعشاب وحزام وكريم. انا منزلاه مكثف جدا تمام، عشان الحالات اللي بيسالوني كتير اللي وزنهم بالطريقه دي واللي عندهم بطن واللي عندهم سمنه موضوعيه حاجة. احنا عايزين نخلص من الاوزان الثابته برضو اللي في مشاكل في كتير قوي من الناس عندهم الوزن ثابت ما بينزلش. ما بينزل زي ما اتكلمنا كده. طب قول لنا بقى الخصم قد ايه يا شيماء؟ الخصم 60%. ميرسي يا شيماء. تمام والله ميرسي. ميرسي يا حبيبتي. هي كانت قبل بتقولي والله 50 وهي كانت بتحاول فعلا اجيب جاهده خصم بره، وانا بشكرك ان هي فاجئتني، انا نفسي ما عرفتش الرد والله قبل الحلقه، لكن بشكرك جدا طبعا على الخصم 60%. الصفحات مره ثانيه قدام حضراتكم للتواصل مع فيتارم جلوبال والارقام. الناس تتصل مره واثنين وثلاثه و10 في ضغط دول تسع ارقام كتير. بس بيبقى في ويتنج يعني لما حضرتك تتصلي يديكي جرس ما حدش بيرد، بس هو بيبقى معاه خط ثاني بيتكلم معاه. ايوه بالظبط كده، تجرب مره واثنين وثلاثه. الخط بيخف مع مرور الساعات يعني، فاهماني؟ بيهدى مع بيهدى الوقت. مع دي الصفحه الثانيه يا شيمو. وطبعا المنتج اعشاب طبيعيه 100%، ما تخافوش منه ملوش اي اضرار. هم مسؤولين عن كلام، هم خايفين جدا وبيحبوا دايما يكونوا واضحين وامناء مع العملاء اللي بيتصلوا، في الاخر هم عايزين يحافظوا على سمعتهم. واي اسئله ثانيه انا منتظرها حبيبتي. اسلامي، اشكر ضيفتي الجميله، نورتني شرفتني النهارده أمر. شيماء سامي، ميرسي يا شيمو، نورتيني وشرفتيني. ميرسي على ردك على الاسئله. شكرا. وميرسي ان الحالات دي لقت عندكم الحل. ولو ليكوا اي اسئله تانية اصدقائنا ابعتوا سواء على الصفحه او انبوكس زي ما تحبوا اللي يريحكم اعملوه. والنهارده عملنا الكفته داوود باشا بالوايت صوص، انا عملته يا دوب بس بدا يربط، نزلت فيه الكفته وسبتها تغلي، حطيت معاه اضافه البقدونس، طبعا رشه جوزه الطيب، والمخللات اللي عملناها النهارده مخلل الفجل ومخلل القرنبيط. اتمنى يا رب الحلقه تكون نالت اعجاب حضراتكم، دايما نبقى عند حسن ظنكم، واتمنى من الله من هنا الحلقه جديده يا رب. اشوفكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، و السلام عليكم.